السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصفحة رقم 58 بعد 100، سورة الأعراف. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. والأرض الطيبة تخرج نباتها بإذن الله إخراجا حسنا تاما، وهكذا المؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها فتنتج له عملا صالحا. والأرض السبخة المالحة لا تخرج نباتها إلا عسرا لا خير فيه، وهكذا الكافر لا ينتفع بالمواعظ فلا تنتج عنه عنده عملا صالحا ينتفع به. مثل هذا التنويع البديع ننوع البراهين والحجج لإثبات الحق لقوم يشكرون نعم الله فلا يكفرونها ويطيعون ربهم. يقول تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لقد بعثنا نوحا رسولا إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله وترك عبادة غيره، فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده فليس لكم معبود بحق غيره، إني أخاف عليكم يا قوم عذاب يوم عظيم. في حال إصراركم على الكفر يقول تبارك وتعالى: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال له سادة قومه وكبراءهم: إنا لنراك يا نوح في بعد عن الصواب واضح. يقول تبارك وتعالى: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. قال نوح لكبراء قومه: لست ضالا كما زعمتم، وإنما أنا على هدى من ربي، فأنا رسول إليكم من الله ربي وربكم ورب العالمين كلهم. يقول تبارك وتعالى: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أبلغكم ما أرسلني الله به إليكم مما أوحى إلي، وأريد لكم الخير بترغيبكم في امتثال أمر الله وما يترتب عليه من ثواب، وترهيبكم من ارتكاب نواهيه وما يترتب عليه من العقاب، وأعلم من الله سبحانه ما لا تعلمون مما علمني عن طريق الوحي. يقول تبارك وتعالى: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. أأثار عجبكم واستغربتم مستغربين أن جاءكم وحي وموعظة من ربكم على لسان رجل منكم تعرفونه؟
فقد نشأ فيكم وتربى فيكم ولم يكن كاذبا ولا ضالا وليس من جنس آخر، جاءكم ليخوفكم من عقاب الله إن كذبتم وعصيتم، ولتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ورجاء أن ترحموا إن آمنتم به. يقول تبارك وتعالى: فكذبوه فأنجيناه والذين آمنوا معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. فكذبه قومه ولم يؤمنوا به بل استمروا على كفرهم، فدعا عليهم أن يهلكهم الله، فسلمناه وسلمنا الذين معه في السفينة من المؤمنين من الغرق، وأهلكنا الذين كذبوا بآياتنا واستمروا على تكذيبهم بالغرق بالطوفان المنزل عقابا لهم إن قلوبهم كانت عميا عن الحق. يقول تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وأرسلنا إلى قبيلة عاد رسولا منهم هو هود عليه السلام، قال يا قوم اعبدوا الله وحده فليس لكم معبود بحق غيره أفلا تتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لتسلموا من عذابه. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله من أجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب، فجميع الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام والتوحيد، ودعوتهم جميعهم إلى توحيد الله وعدم الإشراك معه سبحانه وتعالى. هتلاحظ أن جميع الأنبياء بيقولوا نفس الكلام: يا قوم اعبدوا الله ما علمت لكم من إله غيره. يقول تبارك وتعالى: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال الكبراء والسادة من قومه الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله: إنا لنعلم أنك يا هود في خفة عقل وطيش حين تدعونا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، وإنا لنعتقد جازمين أنك من الكاذبين فيما تدعيه من أنك مرسل. يقول تبارك وتعالى: قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. قال هود ردا على قومه: يا قوم ليس بي خفة عقل وطيش بل إني رسول من رب العالمين. من فوائد الآيات: واحد، الأرض الطيبة مثال للقلوب الطيبة حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة، وكما أن الغيث مادة الحياة فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها والعكس. اثنين، الأنبياء والمرسلين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم. ثلاثة، من سنة الله سبحانه وتعالى إرسال كل رسول من قومه وبلسانهم تأليفا لقلوب الذين لم تفسد فطرتهم وتيسيرا على البشر. أربعة، من أعظم السفهاء من قابل الحق بالرد والإنكار
وتكبر على الانقياد للعلماء والنصحاء، وانقاد قلبه وقالبه لكل شيطان مريد. نسأل الله السلامة والعافية. معاني بعض الكلمات التي وردت في الآيات. الآية رقم 58 كلمة نكدة يعني عسرا وقليلا لا خير فيه. كلمة نصرف الآيات يعني نكررها بأساليب مختلفة. الآية رقم 60 قال الملأ يعني السادة والرؤساء. 62 كلمة وأنصح لكم يعني وأتحرى ما فيه صلاحكم قولا وفعلا. الآية 64 كلمة قوما عمين يعني عمي القلوب عن الحق والإيمان. الآية رقم 66 كلمة سفاهة يعني خفة عقل وضلالة عن الحق. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.